تصور صديقي العزيز أنك تحتاج أن تستغني عن أجمل أشياء رزقها الله لك بسبب الفقر، ألعابك، أدواتك المكتبية، ملابسك، وتبيعها حتى تجد طريقة لتسد رمقك، تملأ بطون أولادك. فما بالك لو اضطرك الفقر أن تبيع فلدة كبدك، أبنائك، أو بمعنى أصح أن تبيع أبنائك من أجل الطعام، أو تبيع أحد أبنائك حتى تستطيع أن تطعم باقي إخوانه. إذن قصتنا اليوم عن البطل المناضل الطفل الباكستاني إقبال مسيح، الذي حرر أكثر من 3000 طفل من العبودية، ومات بطلا وهو يحاول تبديد لعنة ما زالت مستمرة إلى يومنا هذا، عمالة الأطفال. مرحبا بكم أصدقائي، أولا صلوا على الحبيب. في البداية لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. هيا لنبدأ. إقبال مسيح هو طفل باكستاني ولد في عام 1983 في مدينة في مورديكي، وهي مدينة تجارية خارج لاهور في باكستان. عائلة إقبال كانت فقيرة فقرا ساحق، فتم بيعه وهو في الخامسة من عمره للعمل في مصنع للسجاد مقابل مبلغ زهيد جدا للمساعدة في تجهيز فرح الابن الأكبر. وفي المقابل كان مطلوبا من إقبال العمل معه حتى يتم دفع ديون أسرته. فكان إقبال يبدأ العمل قبل الفجر ويذهب إلى المصنع، حيث كان معظم الأطفال الآخرين يعملون وهم مقيدون بإحكام بسلاسل لمنع هروبهم. وكان الاتفاق أن إقبال يعمل في المصنع حتى ينتهي الدين على أسرته ثم يعود لها مرة أخرى، ولكن صاحب المصنع كان يحمل في رأسه خطط أخرى لإقبال، وضبط الأمور بحيث يرفع من قيمة الدين على مدار الأعوام، وبالتالي يجعل إقبال في سلاسل عبوديته للأبد. فمثلا قبل أن يبدأ إقبال فترة عمله الرسمية عليه أن يقضي عام تعلم كامل، وخلال هذا العام بدأ يقيد جميع مصاريف طعامه ومسكنه، ويضيف فوائد متزايدة فوق الدين الموجود. وفي كل مرة يعبث فيها إقبال أو يرتكب أي خطأ يتم معاقبته بغرامة مادية تضاف فوق الدين، وهكذا. بعدما بدأ إقبال بالعمل الفعلي كانت نسبة التضخم والفوائد على الدين مقارنة بالراتب الذي يتقاضاه إقبال مقابل عمله مستحيل دفعها. الظروف بداخل المصنع كانت شنيعة وساحقة، لدرجة أن بسبب سوء التغذية فقط، عندما كان إقبال عمره الفعلي 5 أعوام كان جسده يكافئ طفل عمره 6 أعوام، وكذلك باقي الأطفال معه في المصنع. ولا توجد أي فتحات للتهوية، محافظة على خامات النسيج، ويعمل الأطفال ما لا يقل عن 14 ساعة يوميا، على ركبهم يضعوا ملايين الغرز في السجاد في تلك البيئة الخانقة المدمرة تماماً لصحتهم. وكان يعمل مدة 14 ساعة في اليوم الواحد 7 أيام في الأسبوع، مع وجود استراحة لمدة 30 دقيقة. وكان كل يوم عمل يساوي 3 سنتات من ديون قرض أسرته. في عمر 10 أعوام علم إقبال أن الحكومة الباكستانية جرمت نظام الديون أو البشج الإجرامي الذي كلبشه بأغلال العبودية بلا عودة، ولكنه ما زال مستمرا بشكل عرفي في المناطق الفقيرة الشبيهة بقريته. أما في عمر 10 أعوام فهرب إقبال من العبودية بعد علمه بأن طريقة عمله أصبحت غير قانونية من قبل المحكمة العليا في باكستان، ولكن ألقي القبض عليه من قبل الشرطة وتم إعادته إلى رب عمله. هرب إقبال مرة ثانية وانضم إلى جبهة في باكستان تناضل في مكافحة عمالة الأطفال ومحاربة العبودية. ساعد إقبال أكثر من 3000 طفل باكستاني على الهروب والحصول على الحرية، وجال في العالم يلقي خطابات حول عمالة الأطفال. وقرر إقبال الإقبال على الدراسة، فأكمل 4 أعوام من الدراسة في غضون عامين. وكانت قصة إقبال سبباً في إنشاء عدة منظمات مثل حرروا الأطفال أو Free the Children، وهي مؤسسة خيرية مقرها في كندا، ومؤسسة إقبال مسيح شاهي تشيلدرن فونديشن التي أسست أكثر من 20 مدرسة في باكستان. بعد وقت قصير من عودته الرحلة في أمريكا
تم اغتياله في مورديكي في يوم 16 أبريل عام 1995 في عمر 12 عاما فقط لنشاطه في مكافحة عمالة الأطفال ومحاربة العبودية والكشف عن تلك الشبكات في باكستان. ويقال أنهم تجار النسيج الذين حرضوا على قتله، وحضر جنازته ما يقرب من 8000 من المشيعين. وفي يناير عام 2009 أنشأ الكونغرس الأمريكي جائزة سنوية اسمه إقبال مسيح للقضاء على عمالة الأطفال. يذكر أنه في عام 1994 زار إقبال مدرسة في كوينسي وتحدث إلى 7 من طلاب الصف عن حياته، وعندما علم الطلاب بخبر وفاته قرروا جمع الأموال وبناء مدرسة تكريما له في باكستان. الطفل الباكستاني إقبال مسيح مات بطلا يحاول إنقاذ مئات الآلاف من الأطفال من المصير الشيطاني الذي فرض عليه منذ نعومة أظافره، محاولا تبديد لعنة ما زالت مستمرة حتى اليوم. وشكرا لكم على المتابعة، دمتم في أمان الله.